بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أنا بحب أورجيكم لما بدي أدور بعض المأكولات مثل الخبز، هون عم بحمصه وبستفيد منه للفتوش. سلامتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين هيك لما حمصتها الخبز، حمصتها بسرعة، بشتفتها من بسرعة، بشتفتها بشتفتها هيك بفتشها، بحطه هيك تبرويه الحين قدامه. الحين هذا من تدوير الخبز، رح تستفيد من البشارة بالفتوش، كثير مفيد وبقعد عندكم شهر شهرين بالتبروير ما بصير عليه اشي. الحين حاجته، يعطيكم العافية.